السلام عليكم. وليكن عندي دلوقتي برزنتيشن عن الإدارة للمرنة، وعايز شات جي بي تي يساعدني. طيب أجي هنا أقول له أريد منك أن تجهز لي عرض تقديمي عن الإدارة المرنة. فهو يبدأ بقى يجهز لك الحاجة، مثلا شرايح سلايدز. هنبدأ نشوف هيعمل ايه. فهو بدأ يجهزهم لي وبدأ يعمل لي كل شريحة بالشكل دوت، وبدأ يحط لي أهم التقنيات. المفروض دي شريحة لوحديها ودي الخاتمة. طيب خليني أغلس عليه شوية وأسأله بقى سؤال، يعني هل ممكن تضع هذه البيانات في ملف باور بوينت؟ يعني هل انت ممكن بقى تعمل لي البرزنتيشن بدل ما اقعد اخد كوبي بيست؟ خلينا نجرب كده نشوف هيقدر يعملها ولا لا. فعلا عمله وبيقول لي حمل. يلا بينا. هو جهز لي ملف بي بي تي عن الاجايل مانجمنت، اقدر ان انا افتحه واشتغل عليه. القوة بتاع الذكاء الصناعي ان المبرمجين نفسهم بيلاقوا ناس تنشر على التويتر حاجات هما ما دخلوهاش، يعني هما ما كانوش متخيلين ان هو يعمل حاجه زي كده. يعني هو مش جاهز بحاجه معينه بيعملها، لا انت ممكن تطلب منه حاجات وتتفاجئ ان هو عمل لك حاجات قويه جدا بالشكل دوت. فهتلاقي هو بيتكلم عن الاداره وبدا يقسمهم لك، هو كل واحده فيها في الشريحه بتاعتها والخاتمه وكل حاجه. تمام. فهو اصبح اداه قويه جدا. ممكن تقول له اعمل لي السي في، طب سيفولي بقى في ملف وورد كده، اعمل لي ميزانية سيفها لي بقى في ملف اكسل. يعني اعتبره موظف عندك واطلب منه اللي انت عايزه.